خلينا نروح نشوف مع بعض تقرير عن الكتب الأكثر مبيعاً أو البست سيلر، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب الدكتور محمد طه الخروج عن النص من جديد، ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية. تحتل المركز الثاني رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض أحداث حقيقية. تأتي في المركز الثالث رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثهم في مملكة غرناطة. يأتي في المركز الرابع كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها إلى حدث ديني وتاريخي هام.